سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مع اقتراب شهر رمضان الكريم وتحت طلب احلى متتبعات. عفوا، حنوريكم طريقتي في تحضير اللاتاي. اللاتاي ان شاء الله نكونوا ناس صحراء، نكونوا نوفيو بالرغم نديروا واش نديروا. ناس صحراء اكيد معروفين بالشاي ديالهم. الوغ على بركه الله حنحاول نوصلها لكم باسهل طريقه. واش عندي البنات؟ عندي هذا البقلاج ولا ندير فيه ريت الماء، واحد ريت الماء ديجا هو يرفد ريت الماء، واحد ريت الماء نحطه لداخل، مازال ما درت والو، ماء الحنفيه ولا نحطه بجنب. عندي نصف كاس سكر المائده والسكر حسب الذوق اختياري. انا دابيتود انايا نطيبو بلا سكر يعني، ومن بعد كل واحد يزيد السكر. مي كي حندير لكم لا فيديو باش تدو مقادير مضبوطه، حندير لكم نصف كاس سكر 220 مللتر، يعادلو نصف كاس سكر نصف كاس لاتاي نفس حجم 220 مللتر. عندي كميه من النعناع اكيد، وعندي نعناع ملحي، نعناع بودرة اللي خدمتو معكم، رائحة بسم الله ما شاء الله. شوفوا ما لحيتوش من الساشي ولا كما خدمتو معكم، راهو شوفوا الله يبارك، شوفوا اللون ديالو والرائحة بسم الله ما شاء الله. فوالا نبداو على بركة الله. الأولى البنات، ريحة النعناع تهبل. حاجة الأولى البنات، هاد الماء نديرو فوق الفرن يغلي. من الافضل نديرو لاتاي هاد البقرات يعني البنه فيه. نروحو للاتاي ديالنا. اللاتاي ضروري نغسلوه الخطره الاولى وجت تبيسي وصفايه باش نصفيه. فوالا اني سخنت غليت، تقدروا تقولوا غليت شويه ما من غير هذيك الريتلا كميه من الماء. حنفرغو في الكاس، في الكاس هدايا. فوالا بسم الله، شوفوا السخون او يغلي هكذايا. نخلط فوالا، هذه التشليله الاولى، نخلط مليح. شوفوا لا تلاحظوا راهو بدا يتنفخ لاتاي بالماء السخون، راهو بدا يتنفخ. نخلط من تحت لفوق نوعا ما هكذايا. اون ميم طون الماء في البقلاج تاعي راهو يغلي، واش ندير؟ نحكم هذاك الكاس باللاتاي، نفرغو في الصفايه كامل، نصفيه مليح. فوالا فوالا هكذايا، ونخليه يقطر. شوفوا الماء اللي من تحت كاش عامل. فوالا اون ميم طون البنات اكيد كي نديروا لاتاي ما يجيش وحده على طاوله، على الطاوله في السهرات الرمضانيه. حنرافقوا البنات بصمصم بديول وكذلك تحت طلب احلى متتبعات. الوغ لو طون يغلي الماء تاعي في البقلاج، حمصت كميه من الكاوكاو. فوالا شوفوا حمصت كميه من الكاوكاو وحنرحيه، ما نرحيهش رقيق رقيق، نرحيه متوسط نوعا ما. فوالا انا رحيت الكاكاو او المكسرات ديالي. شوفوا القوام كيفاش، مخشين مرقيق متوسط. نحكم ان ريسيبيو ونفرغو. فوالا الماء تاعي راهو يغلي، واش ندير؟ حندير شوفوا البنات راس مغرفه تاع نعناع اون بودغ، ونزيد له اوراق النعناع. قسمه قطرو النعناع يجي بنين. هو النار قليله، نبدا نضيف البنات. شوفوا هذاك اللاتاي اللي شللتو بالماء سخون، يكون ضروري يكون النار قليله حتى نكمل الكميه تاعي. شوفوا بشويه وهو النار قليله حتى نكمل الكميه. شوفوا الكميه تاعي قريب تخلص. هلا انا درت الكميه كامل، نبدا نخلط هكذايا. طريقة جد سهلة والنتيجة مضبونة. فوالا جوست يبدا يغلي. شوفوا نحبس ما نخلطش، نغطيه ونخليه البنات 45 دقيقة هكذا فوق الفرن النار قليلة، يطيب براحتو لطون نخدمو الصمصة تاعنا بالديول. يغلي بشوية نخليوه براحتو.
فوالا، او يغلي اللاتيه تاعي نخلوه بجنب. فوالا من بعد ما رحيت المكسرات تاعي سواء جوز او لوز او كاوكاو، فوالا شوفوا اللون تاعو الذهبي، ما نحرقوش الكاوكاو، نحمصوه بتي فو شغل في الكوشه نقيله او في المقلاه. فوالا شوفوا كيفاش رحيتو. كيرت البنات 3 كيلات كاوكاو بهذا الكاس 220 مللتر، يعادلو نصف كاس سكر، نصف كاس سكر، مغرفه سمن حسب درجه المطبخ، كميه من القرفه اكيد كميه صغيره، مغرفه لافاني. شوفوا لافاني كي نشروها نخلوها في الساشي تاعها باش تقعد هي هي. مغرفه لافاني سواء ليكيد او غبره. فوالا نخلطوا المكونات، نخلط ملاح ونلمو بالمزهر. كي نلمو بالمزهر ماشي حتى نرجعوها يعني جاريه عجينه هكذا، يعني المهم نوعا ما متماسكه. شوفوا تاخذوا راي البنات دو بريفيرونس، ها كيما اليوم انا تكوانسيت ولادي راهم مع الحفاظه، ان شاء الله ربي ينجح كل التلاميذ في الامتحانات، ان شاء الله هم مع الامتحانات ما كاش كيفاش نبعثهم يشرو لي. خصني المزهر، حنا نسيتهم فيديو ما عنديش المزهر، ايماجين. مي بصح عندي البديل، دائما عندي البديل. علاش قلت لكم ديما يكون عندكم البديل في الدار؟ شوفوا مزهر اون بودغ، عطر زهره البرتقال بالك رائحه قوه، ديجا خدمت معكم عده وصفات به. فوالا حنقول لكم شمو، فريمون حليتو برك الرائحه، رائحه بزاف شابه. هذايا اسمه مزهر شغل على شكل غبره، على شكل غبره، دائما يكون لازم يكون عندكم في الدار باش كي تكوانسيو كيما تكوانسيت انايا تجيكم بكل سهوله. نحكم كاس، شوفوا نوسي راس مغرفه، راس مغرفه وكفى باسكو قطع بزاف. نحاول نغلق لابواط تاعي، فوالا ندير كمية من الماء، قيس من شمخ المكسرات ديالي. دائما لازم في الكوزينة يكون عندنا البديل، فوالا صدقوني هاد المزهر اون بودغ رائحة تاعو قوة قوة ما نحكي لكم. شوفوا يجي أبيض، ما تكتروش منه باسكو يقطع بزاف. نبدا نرمي بشوية هكذايا، ولا عندكم المزهر ديروا المزهر. نخلط ما نديرو ني عطر اللوز ني والو، أصلا السيكار والصامصة بالكاوكاو صدقوني يجو بنان خام تاع اللوز. فوالا باسكو يجو خفاف قرمشة في السهرة مع لاتاي. فوالا شوفوا القوام كيفاش او بدا يبان لي، نزيد نفرغ شويه. فوالا هكذايا، كاين بزاف متتبعات يسقسوني شاف كيفاش يجي الحشو في الكعكعات في التشارك مسكر في جميع الحلويات التقليديه في العرايش كيفاش يجي معسل. هي نفس الطريقه هذه ولكن انه نعجنوه، فوالا نخدموه على شكل اون بات ونعطولو الراحه في العجين، نعجنوه مليح ونغطيوه ونخليه يريح. هذه هي جوست معلومه حبيت نشاركها معكم. شوفوا القوام، فوالا اظن انه هكذا وكفى. شوفوا ما درتوش جاري هكذا يجيني خفيف، شوفوا يحكم روحو واش واش نخدم به، يحكم روحو. نغطيه بكيس بلاستيكي. فوالا انا نحل في الديول من بعد ما نشوف كيفاش تاعي. شوفوا البنات الطريقه كيما درنا بوراك على شكل مثلث، فوالا يلقى اعجاب عند احلى متتبعات ونفرح انا كي ندير عاوي الخير. شحال متتبعات قبل ما كنتش نعرف هاد لاستيس، شرف ليا. نحل الاوراق تاع الديول تاعي ونقطعهم اون دو هكذا، نخليهم بجنب. الوغ البنات مرت تشكيل الصمصه تاعنا بالديول، عندي طريقتين، طريقه درتها معكم العام اللي فات حنعاودها، والطريقه الثانيه اللي درتها البارح تاع البوراك. الوغ الطريقه تاع العام اللي فات واش نحتاج؟ شوفوا مغرفه، تاع فرينه صغيره، حنضيف لها كميه تاع المزهر اللي تاع لي شاطلي مقبلات، ندير شغل غراء غذائي. فوالا
ندير شوفوا هكذا ونخلط. باش نغلق الديول تاعي الصمصة تاعي. مام البنات بالنسبة للبوراك اللي يخافوا ينحل ولا ينحلهم بزاف ولا تاني كديروا هكذا، لكن ما ديروش المظهر. الطريقة الأولى دائما نغطي ورقة تاع الديول تاعي كيس بلاستيكي اللي فيها طابع لا على بالكم به. شوفوا لابوانت نديرها لتحت، هذه نديرها لهنا. نجيب الحش، فوالا حشو واحد 25 غرام ولا شوفوا هكذايا، اطيح لي شويه. لا اني درت شكل مثلث في الطابع، نضغط مليح خاصه في الجوانب ونرفد الطابع ديالي بالسياسه. فوالا شوفوا تحصلت على شكل مثلث. نرفد هذاك الكوتي منا، نضغط منا. فوالا لا درتوهم في الكوشه، دهنوهم كيما دهنا البوراك صالي. فوالا شوفوا كي نطوي هاد لابوينت تجي مع الطويه. نضغط هنايا مليح، نرفد هذاك الكوتي. شوفوا اني غلقت كلش، نرفد فوالا نرفد. انا رفتها بنفس الطريقه نولي لهنايا وبنفس الطريقه نولي للهيك. شوفوا البنات فوالا هذا اللي بقى لي. بالبانسو هكذايا ندير كميه باسكو ما دهناهاش بالمارغرين والزيت، وندخلها لداخل. هذه الطريقه الاولى. شوفوا حبه الصمصه تاعي كاش جات بسم الله ما شاء الله. اما الطريقه الثانيه الطابع تاعي شوفوا نديروه في الوسط، نصف دائره من تحت الطابع هكذا في الوسط. نعمر الحشو فوالا بنفس الطريقه، نضغط مليح ونحاول نحي الطابع ديالي. واش ندير البنات تبعوني مليح، نغلق هنا نضغط مليح ونزيد نغلق من الجهه اللي من هيك. شوفوا البنات كيفاش نغلقت حتى لابوينت جات شابه هنا. ومن بعد واش ندير، شوفوا هنايا في القاعده تاع المثلث نحبط لتحت. شوفوا كيفاش، شوفوا هاد الجوانب نعاود نغلقهم للداخل ونتحصل على حبه صمصه. شوفوا شحال شابه. هنايا ندير الغراء الغذائي فرينه والماء الزهر فوالا ونغلق فوالا. وكل وحده كيفاش تحب الطريقه، انا دو بريفيرونس الطريقه اللي درتها معكم مقبلات الحبات ونولي لكم. فوالا اني شكلت حبات الصمصه تاعي بديول او ميم طون دوبت في ميكروند العسل فوالا بدون اضافات. شوفوا السيجار الصمصه المحنشه بديول ما ندير لهمش المظهر، نعسلهم كو في العسل. عسل ما ندير ولا اضافه، لو كان ندير له المظهر يتنحى هذيك القرمشه. او ميم طون اللاتيه تاعي هنا قليله مازال يغلي. درت الزيت في المقلاة راهي تسخن ملاح ومام طون كذلك، وجدت كسكاس باش نوسي فيه السيجار. الزيت تاعي راهي سخنت بسم الله، نحط الحبات تاعي حبها قدام حبه هكذا فوالا، نخليهم يطيبو. شوفو كش ما نحلت لي حتى حبه فوالا، نحاول نقلبهم. شوفو اللون الذهبي. الحبه الاولى اللي نطيب هي الاولى، لانه هي الاولى اللي بدات النار القويه تاع الزيت سخونه فوالا، هكذا حتى يطيب. شوفوا حبات الصمصه تاعي كيفاش جاو اللون الذهبي بسم الله ما شاء الله. نحي نقطر نحط في الكسكاس هكذايا. ما يطولوش في الطياب البنات لانه راهي نص ورقه فوالا. نكمل شوفوا اللون تاعها شحال شباب، الشكل تاعها قاعد هو نار متوسطة. نكمل الحبات ديالي. ايوا الصمصة تاعي شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا نفس الحجم ونفس الشكل. نرميها في العسل، نعسلها راهي سخونة فوالا، نعسلها قلت لكم بدون اضافات. تحبوا ديروها في الكيسات، تحبوا شوفوا ترفد العسل بزاف. يبقى نقطروها ونحطوها في ناسيت هكذايا. لا ديكوراسيون كاين اللي يديرها عفوا
المكسرات فليكوتي ولا الجلجلان انا صراحه نحبها هكذا. نكمل نعسل الحبات تاعي ونولي لكم. يوفا البنات هذه هي الصمصه ديالي، شوفوا شحال جات شابه، لون واحد وشكل واحد. قلت لكم تحبوا تواسوا اي ديكوراسيون من فوقها بالمكسرات، احنا نحبوها هكذا. انا وصلت لكم المعلومات وانتم ابدعوا كما شئتم. نخلي الصمصه تاعي بجنب ونروحوا نكملوا لاتاي. نجيب زوج كاسرونات كما راكم تشوفوا، نوع اينوكس دو بريفيرونس. لاتاي ديالي راهو غلا كفايه وتقال براحته. فوالا واش نوسي، نحكم السكر نديرو في كاسرونه، فوالا هذاك نصف كاس تاع 220 مليليتر. نصفي، شوفوا البنات نصفي لاتاي تاعي في كاسرونه اخرى. فوالا فرغتو كامل، شوفوا البنات فرغتو كامل، وكنخليوه يزيد يتنفخ في الماء. نواسي البنات نبدا نفرغ هذاك لاتاي هنايا ونزيد نفرغ هنايا. علاش؟ باش نتحصل على هذيك الرغوه. شوفوا شوفوا الرغوه يبدا تتشكل، لاتاي تاعي راهو ثقيل، السكر راهو يذوب. او ميم طون نديرها مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا حتى نشوف هذيك الرغوه طلعت مع لاتاي. فوالا انا نديرو هكذا بطريقه جد سهله ويجي ولا اروع. اما بالنسبه للسكر كل واحد كيفاش يحبو. ان شاء الله ناس الصحراء نكونوا فيك. انا اي وصفه نديرها سواء تاع السوريين او ناس الصحراء ولا ان شاء الله نقولهم ان شاء الله نكون او القسنطينيين او التلمسانيين اي ولايه من ولايات الجزائر نقولهم ان شاء الله نكونوا فيك الوصفه. ان شاء الله نبقى نخلط مرارا وتكرارا. شوفوا الرغوه كيفاش هي بدات تتشكل هكذايا. فوالا شوفوا البنات الرغوه كيفاش تشكلت. حاجه شابه انا كنخدم لاتاي في هاد العبسه هادية. فوالا شوفوا الرغوه البنات كيفاش تشكلت، اظن انه كفايه. فوالا لاتاي تاعي راه وجد. نفرغوا شوفوا هذه العفسه تاع الشاي والقهوه ايتو. شوفوا البقاج تاعي لا تكنيك تاعو هكذا يتنحل. نفرغ لاتاي ديالي بسم الله. شوفوا الرغوه بسم الله ما شاء الله جا ثقيل. فوالا شوفوا الرغوه كيفاش يتحبط. ما في بقرج ترونسبارون باش تبان لكم الرغوه، كذلك نزيد نرمي كميه من النعناع. فوالا هكذا ونغلق البقراج ديالي من هنا وندخل هذه هي ونتلاقاو في طبق التقديم. اي فوالا خوتي خياتي، هذا هو الشكل النهائي تاع الصمصه تاعي بديول. رافقته مع لاتاي، ان شاء الله يعجبكم الديكور. شوفوا الحبات تاع الصمصه تاعي على حبه. فوالا انا وصلت لكم نتوما هاد لا ديكوراسيون، ديروا كيما تحبوا. نفرغ معكم لاتاي باش تشوفوا. شوفوا هاد الفناجل، هاد الفوقانيه نديروا مكسرات كيما انا درت فيها نوات كاجو. فوالا كل واحد فرديه، كل واحد ولا الحق ديالو. نرفد لاتاي نفرغ معكم بسم الله. شوفوا لاتاي ديالي بسم الله ما شاء الله. شوفوا الرغوه، شوفوا كاش جاني ثقيل، شاهدكم بالجنه. فوالا شوفوا اللون تاع لاتاي ديالي بنه. ونفد معكم حبه ونشوفوا القوام الداخل. شوفوا كاش جات. فوالا معسله حتى القلب. نحل معكم سمعوا القرمشه. شوفوا معسله حتى الداخل، الحشو قعد بسم الله ما شاء الله قعد مشمخ ما نشفليش. شاهدكم بالجنه. هذه هي الصمصه تاعي البنات بديول وطريقتي في تحضير لاتاي. اعتذروا البنات ودعوا لي دعاوي الخير. ان شاء الله عجبتكم الفيديو، كذلك البنات الديكور. الديكور داير حاله، تقول ما ندخلش كاع الحوان تاع الماعن، حاجه تقتل اختها. ان شاء الله يعجبكم الديكور تاع السهرات الرمضانيه. انا نحب بزاف الاواني بالضوغي. دمتم في رعاية الله وحفظه. نحبكم بزاف. سلام.